هذا وأكد وزير الصحة والسكان أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حالات النزلات المعوية في أسوان لا أساس لها من الصحة، موضحا أنه تم تشكيل لجان للتقصي داخل المنازل وتحديدا في قريتي أبو الريش قبلي ودروة. ما يتردد على التواصل الاجتماعي وعلى الجهات المغرضة من إشاعات ومن بيانات لا أساس لها من الصحة، احنا بنتكلم على نسب اشغال النهارده في المستشفى 37%، ودي من اسره الاقسام الداخليه، وحوالي 60 ل 65% من اسره الرعايه المركزه، وده النسب المتعودين عليها في نفس الوقت ده من كل سنه، يعني لا هناك جديد في هذا التوفير. من يطلق ان هو هناك زحمه في المستشفيات ولا يوجد اماكن، كل ده طبعا كلام يعني مغرضين ولا اساس له من الصحه، وحضراتكم موجودين معانا في مستشفى، وانا قصدت ان احنا نعمل هذا المؤتمر المستشفى عشان تقدروا تطلعوا في ادوار كامله لا يوجد فيها مرضى بالكامل.